مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفقرة الثانية من التربية والحياة. كنا في نهاية الفقرة الأولى قد طرحنا سؤالا على الأستاذ علي تعوينات والمتعلق بمسألة القضايا الثقافية الموجودة في تعلم اللغات. هل نتعلم اللغة في بيئتها بكل ما تحمل هذه البيئة من قيم وثقافة واجتماع وما إلى ذلك، أم أننا نحذف أو نحاول أن نقلص من مساحة هذه الدائرة الثقافية والدائرة القيمية؟ نحاول، قلت، أن نقلص من هذه المساحة ونتعلم هذه اللغة في إطار قيمنا وثقافتنا العربية. الأستاذ علي تعوينات، أنت قد تطرقت إلى هذا الموضوع، هل من تفصيل أكثر حوله؟ إن شاء الله. إذن أكمل تدخلي. في حقيقة الأمر أنا قلت أن عملية إقحام لغة أجنبية في ثقافة عربية أو ثقافة جزائرية وحضارة جزائرية سيحدث تناقضات بالنسبة للطفل على الأقل في الابتدائي، ولذلك ما حدث للفرنسية هو دليل على أن هذا الأمر لا يصلح، وإنما نعمل كل ما في وسعنا أو الناس الذين يضعون البرامج أو المناهج والكتب المدرسية يعملون على أن تكون العملية تتعلق بالعموميات المشتركة بين العالم البريطاني والعالم العربي الجزائري العربي الذي هو يتكلم على أشياء المشتركة، حتى لا نخرج الطفل من إطاره البيئي، إطاره البيئي، وفي نفس الوقت فهو مندمج في ثقافة اللغة. فالمواضيع ستتناول الجوانب المشتركة حتى لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه في الفرنسية. هذه نقطة أساسية مهمة جدا. ثانيا، وهي مهمة جدا جدا، تتعلق بالحوار. الحوار، اللغة هي مادة للممارسة الشفوية قبل أن تكون لا تذهب إلى الكتابة، لأن الكتابة ستعرقل تعلم اللغة الأجنبية مشافهات. فاترك الطفل يتحكم في اللغة في الجانب الشفهي من اللغة، وهو التعبير، والتعبير نوعان: تعبير استقبالي وتعبيري، وعفوا لغة استقبالية أستقبل منك، ولغة تعبيرية. إذن نعطيه الفرص الواسعة الكثيرة في أن يكتسب اللغة الشفوية التي هي أرضية للغة الكتابية فيما بعد. عندما يكتسب اللغة الشفوية سيكتسب اللغة المكتوبة فيما بعد بسهولة. ولذلك أنا أفضل والله في الحقيقة أوصي بأن يبتعد في السنة الأولى إلا على الحروف وبعض المقاطع والكلمات هكذا. أما عملية الكتابة فتترك جانبا. لماذا؟ لأنها ستخلط الأوراق، ونحن رأينا أولادنا في اللغة العربية التي يدرسها 13 سنة، 5 سنوات، واربع سنوات، وثلاث سنوات. فهمت؟ واش معنى هذا؟ معنى ذلك أنه في 13 سنة بعد ما يتخرج من الثانوي قلما نجد إنسانا يتحكم في اللغة العربية بشكل صحيح، وهذا مشكل يتعلق بتدخل اللغوي الذي كان بين الفرنسية والعربية، وبالتالي لا يكتسب هذا بشكل جيد ولا يكتسب هذا بشكل جيد. وعلى هذا الأساس فيما يتعلق بالرصيد الثقافي والحضاري يمكن أن ينقل إلى التعليم المتوسط.
أستاذ علي، في هذا الإطار هذا ألا يطرح، يعني كثير من الناس يطرحون يقولوا بأن الفرنسية كانت تأخذ أكثر من حظها، بمعنى أن عدد الساعات التي يدرس الطفل فيها باللغة الفرنسية تساوي عدد الساعات التي يدرس فيها باللغة العربية، وهذا غير منطقي. يعني غير منطقي لماذا؟ لأن الطفل في أستاذ اللغة العربية هو الذي يدرسه الحساب، هو الذي يدرسه التكنولوجيا، هو الذي يدرسه الجغرافيا، التاريخ، التربية الإسلامية وما إلى ذلك. أما اللغة الفرنسية فهو يدرس اللغة الفرنسية، قواعدها، آدابها وما إلى ذلك. ألا يعتبر هذا غمط لحق اللغة العربية اللغة الأم؟ في الحقيقة ليس غمط، ليس، ولكن إجحاف مباشر. إجحاف؟ إجحاف. أنا شخصيا أقول أنه انتزاع حق العربية من حق العربية من للفرنسية. لماذا يلزم يكون أكثر شيء ربع وقت اللغة؟ يعني ثلاثة أرباع للغة العربية وربع للغة الفرنسية. نعم. وهذا الكلام للأستاذ ناصر يمكن أن يفيدنا أكثر. هو الواقع والمناهج في حقيقة، مع كل احترام للطرح وغير ذلك، والحجم الساعي للغة العربية في حقيقة مقارنة مع اللغة الفرنسية هو حجم كبير ولا مجال مقارنة. كيف؟ يعني الطفل عنده، إذا كنا مثلا في السنة الثالثة، عنده 3 ساعات يعني اللي يقرأ لغة فرنسية، وعنده حجم ساعي كبير في اللغة العربية، اللغة العربية وليس الرياضيات. وبالتالي ما هوش المشكل هو التوزيع والحجم الساعي، هو المشكلة اللي تطرح هو ذكر جانب منها الدكتور، هو في حقيقة لما التلميذ يقرأ سنوات عديدة ويخرج أنه لا يتحكم لا في اللغة العربية اللي يعني يدرسها يعني بحجم ساعي كبير، ولا يتحكم لا في اللغة الإنجليزية الفرنسية، هو في حقيقة كاين عامل آخر، هو عامل المحيط وعامل الممارسة. لأن لا أعتقد أن الطفل وخاصة الابتدائي، لأن هذه المرحلة اللي من المفروض السنة الأولى والثانية هي مرحلة التعلمات الأساسية، الطفل الذي يبدأ الآن كما قال الدكتور يبدأ يتحكم في الحروف، ويبدأ اللغة يتحكم فيها مشافهة، وتدريجيا يبدأ يتحكم يتواصل كتابة. السنة الثالثة هي من المفروض الآن تبدأ توظيف اللغة العربية، وهنا تبدأ الفرنسية كلغة، يعني شيء الموجود يعني بحجم 3 ساعات مقارنة مع 11 ساعة لغة عربية، وبالتالي لا مجال للمقارنة. لكن إذا كانت اللغة العربية داخل حجرة الدراسة تقدم بلهجة محلية، سواء بالأمازيغية أو سواء باللهجة المتداولة، والفرنسية كذلك، لأن السياق والبيئة والحمام اللغوي. كيف تقدم بلغة بيئية؟ كيف يعني؟ بمعنى يعني تكلم بالدارجة، أستاذ اللغة العربية يعلمه بالدارجة، وهذا هذه الإشكالية. بمعنى أنا لا أقول يعني 100% بالدارجة، لكن لما نقحم الدارجة داخل حجرة الدراسة على أساس أن الطفل يتعلم وما زال صغير ولا يعرف اللغة العربية، احنا بعدناه على الحمام اللغوي اللي لازم يسمعه الطفل. يعني الدكتور نظن ركز اللغة الشفهية مهمة جدا، أين يتعلم لغة شفهية؟ إذا كان الأستاذ لا يتكلم بلغة عربية سليمة، حتى لا أقول بلغة عربية فصحى، إذا كان أستاذ اللغة الفرنسية لا يتكلم بلغة فرنسية واضحة، أين يتعلم الطفل اللغة أو الإنجليزية أو أي لغة؟ وبالتالي لما نبعد الطفل عن الحمام اللغوي، عن البيئة، اللغة السمعية الشفهية اللي يتعلم بها ويبدأ يعني يفرق بين مخارج الحروف وخصوصية كل لغة والانتقال من لغة إلى لغة، هنا يوقع هذا الإشكال. وهذا في حقيقة اللي موجود، وهذا مرده يعني صراحة هو مرده التحكم. نتكلم على علينا احنا أولا كمفتشين، ونتكلم على الأساتذة، التحكم في اللغة. أنا لما نقول اللغة، لغة التخصص سواء كانت عربية أو لغة فرنسية، ولاحظنا بالتجربة هناك أقسام اللي وجدنا أن الأستاذ يتحكم في اللغة،
ويوظف اللغة داخل حجرة الدراسة وخارج حجرة الدراسة، يعني في كل البيئة المدرسية. وجدنا أن التلاميذ كما قال الدكتور اللي يتكلم عليهم الأمثلة اللي على سوريا وعلى الأردن، وجدنا تلاميذ بهذا الشكل، بمعنى أن التلميذ يتكلم لغة عربية فصحى سليمة. وبالتالي لماذا؟ لأن أخذها من الأستاذ. إذا كان الأستاذ يتكلم بلغة هجينة نصفها لغة عربية والنصف الآخر هو الدارجة، ماذا ننتظر من التلميذ؟ وبالتالي الملكة اللغوية لا تكسب يعني، ونحن نقدم له ونحن نقدم لهذا التلميذ لغة هجينة، وفي الأخير نحاسب المتعلم أنه يتكلم لغة سليمة أو لغة عربية. وأنا الذي يجب أن نعطي هذا المثل، لأن القدوة، وحتى في علوم التربية فيغوتسكي بندورة اللي يتكلم على التعلم بالقدوة، هذا يعني النموذج ضروري عند الطفل. أين هو النموذج؟ النموذج هو أنا، هو الأستاذ، هو المدير، هو الفريق التربوي. إذا غابت اللغة داخل المؤسسة، داخل المحيط المدرسي، فننتظر هذه النتائج. أستاذ نصر، أنا أتعجب لما أسمع مثل هذا الكلام، لماذا؟ نأخذ فرنسا، النموذج الفرنسي هو القريب والمعروف عند الشعب الجزائري بحكم الجالية الجزائرية الموجودة، يعني هي جالية نسبتها معتبرة داخل المجتمع الفرنسي. أبناء الجالية الجزائرية أتعلم أنهم يذهبون في العطل، في العطل إلى فنلندا وإلى هولندا وإلى بلدان كثيرة، إلى إنجلترا، تحتضنهم عائلات، وهم ابتداء، وهم في السن الثالثة، يعني وهم يعني في السن الثالثة من العمر، وهي تحتضنهم هذه العائلات، فيتعلموا اللغة، لغة ذلك البلد، سواء لغة الفلامو عند الهولنديين أو اللغة الفنلندية أو غيرها من اللغات، يتعلموا اللغة يعني مشافهة، كأنها تصبح لغة أم. ثم لما يدخل إلى المدرسة يبقى دائما في تواصل مع هذه العائلة، يذهب إليهم في العطل، سواء العطل الشتوية أو العطلة الصيفية بحكم أنها عطلة طويلة، وتستقبلهم هذه العائلات، هؤلاء الأبناء، وتحتضنهم كأنهم أبناؤها. فيكبر الطفل أو البنت، تكبر وهي تتقن اللغة الفرنسية إتقانا بحكم أنها لغة الأم، وتتقن اللغة الثانية، هذه اللغة أين كانت تقضي عطلها، سواء كانت هولندية أو فنلندية أو لستو أدري أو ألمانية أو ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك لما تدخل المتوسط، أنت تعلم بأن فرنسا يدرسون اللغة الإنجليزية في سنة أولى متوسط، ثم يدرسون لغة ثالثة اللي هي إما تكون إسبانية أو ألمانية أو لستو أدري في ابتداء من ثانوي. انظر كيف قسموا تعلم اللغات، في حين هذه داخل مؤسسات تربوية، لكن الطفل عنده دائما لغة زائدة اللي هي التي تعلمها وهو في الصغر، وهذه عادة اللغة هذه يتقنها مشافهة لا كتابة، عادة يتقنها. لماذا تعجز مدارسنا عن تعليم اللغة العربية، وأنا أخص اللغة العربية بالذات، ثم اللغات الأجنبية، وهي تنفق وتعطيهم عدد ساعات كثيرة مقارنة بما يأخذه الطفل الأجنبي يعني الفرنسي عندما يتعلم هذه اللغات خارج بلاده؟ يعني كيف يحدث هذا؟ أولا لابد أن نتفق أن اللغة العربية هي ليست لغة أم. اللغة العربية بقواعدها لأن كما أذكر كذلك دائما نرجع للدكتور، وتكلم على الجزائر، وتكلم على اللغات الموجودة الأمازيغية يعني بكل أنواعها واللهجات الموجودة. التلميذ لما يدخل إلى المدرسة يجرح أمام لغة أكاديمية، لغة أكاديمية بكل معنى الكلمة، بالبنية نتاعها، بأصواتها، وهو هي قريبة نعم من محيطه، لكن تبقى دائما بعض الألفاظ، بعض المعاني، بعض هي غريبة عليه، راح يتعلمها جديدة. أنا قلت
اللغة لابد أن لا تخرج عن البيئة نتاعها والمحيط. كل ما وفرنا هذه البيئة اللغوية للتلميذ للطفل في هذه المرحلة، راح التلميذ راح يكون يتعلمها عن طريق سليقة، يعني السمع، اللغة سماعية، راح يسمع ثم يعبر ثم يكتب. هذه المراحل المنطقية عند 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 التلميذ. إذن لما يفقد السمع سليم للغة، سواء اللغة العربية أو اللغة الأجنبية، الطفل في هذه الحالة لا أولا قبل التحكم لا يستمتع باللغة، لأن الاستمتاع باللغة هو حافز للتعلم. لما نستمتع باللغة عند الطفل، لما نتكلم بلغة هجينة، وهذا هذا هذا إشكالية موجودة يعني صراحة عند عند التعلم. أنا الشيء اللي حبيت نطرحه هو سؤال. لا أنا قبل ما تنتقل احتفظ بالفكرة. نعم. هذه أنا حبي، وين أين يتعلم الطفل إذا كان لا يتعلم في المدرسة؟ أسرته تتكلم اللغة العامية اللي هي هجينة، لغة هجينة. حينئذ أين يتعلم الطفل؟ هذا هو المشكل. وأنا ما نقولكش القسم فقط، نقولك على مستوى التعليم الابتدائي وعلى مستوى التعليم المتوسط والثانوي والجامعة. هذه إشكالية مطروحة والأستاذ راه هنا. بمعنى أن هن خطابنا مع كل الفئات هو خطاب لغوي موحد بلغة سليمة وبسيطة، أم أن نقدم المعرفة بلغة هجينة؟ وهذا اللي راح ينعكس على المتعلم، لأن إذا كان فقد الشيء اللي يعطيه، إذا كان من يعلم، أنا لا أعمم لكن هذا موجود، ولكن ما هو ما هي الحلول؟ الحلول قبل الآن البيئة. لما تدخل للمدرسة، من المفروض لما تدخل من باب المدرسة ماذا نجد؟ نجد اللغة العربية فصحة. أنا لا أقول فصحى، أنا نقول سليمة على الأقل. توجد لغة سليمة مهذبة اللي تكون تجمع بين لغة التلميذ اللي هي لغة الأم ولغة لغة المدرسة اللي هي اللغة اللي تدريجيا راح تكون هي اللغة الأكاديمية، لغة التعلم ولغة كذلك القيم. لأن الشيء اللي نريده من التلميذ ليس الحديث فقط، ليس التواصل وإن كان مهم، لكن ما تحمله اللغة من قيم، هذا مهم. إذا كان في السنة الثالثة حسب المناهج أن التلميذ يبدأ في بالنسبة للغة العربية توظيف اللغة، هنا يبدأ في توظيف اللغة مشافهة، نعم، الاستقبال والتواصل والكتابة، بأن توصل بنوعيه يعني الشفهي والكتابي. الآن نتكلموا على اللغة الأجنبية. اللغة الأجنبية سؤال يطرح، وإحنا نعرف بأن اللغة الفرنسية والإنجليزية هي لغات متقاربة، لغات رغم أنها ما عندهاش الأصل، ماهيش لاتينية، لكن هي لغات متقاربة من حيث الحروف، الحروف هي متشابهة، لكن من حيث النطق تختلف. لابد أن يعني مصممي البرامج أن ننتبه جميعا لمثل هكذا إشكاليات. هل التلميذ مثلا في مستوى السنة الثالثة أو الرابعة يستطيع أن ينتقل من لغة أجنبية إلى لغة أجنبية أخرى بحروف متشابهة وبمخارج حروف مختلفة؟ هل هذا راح يعزز تعلم أم يحدث إشكالا في اللغة في التعلم أقصد؟ إذن أنا لا أستطيع أن أجيب، يعني لست أنا كميداني أطرح مجموعة من الإشكاليات التي أتوقع أن تقع في الميدان، وبالتالي على المختصين والمختصين في اللسانيات والمختصين في علوم التربية عندهم الإجابة هذه. طيب ننتقل للأستاذ علي تعوينات. الأستاذ علي ممكن نجاوب على أنا راح نطرح هذا الإشكال. هذا الأستاذ أثار مجموعة من الإشكالات الواقعية. قال الطفل لا يتعلم لغة عربية سليمة، لا يقول لا يطالب باللغة الفصحى، وإنما يطالب بلغة عربية سليمة فقط. لا يتعلمها لماذا؟ لأن أولا الأستاذ يعلمه بلغة هجينة، يشرح له بالدارجة وما إلى ذلك. هذه ثانيا، ليس هناك بيئة أين يمارس الطفل هذه اللغة التي
تعلمها في المدرسة على الأقل من خلال الكتاب المدرسي، على الأقل من خلال الكتاب المدرسي. ما هي الحلول؟ هل نبقي على هذا العطب التربوي قائما إلى أبد الآبدين؟ ما هي الحلول التي تقترحها أو يقترحها على الأقل الخبراء، خبراء اللسانيات؟ والله شكرا على السؤال. وعلى بالي سي نصر مالي الكورالية، أنا ما بتكسرش راسك، أنا نتأسف تأسف كبير. لا لا صراحة يعني والله ما نش عارف، يعني نتألم كثير كثير، يعني أن واضعي المناهج وواضعي الكتب المدرسية، لأن واضع المنهج ثم تشخص هذه المناهج في برامج وتوضع في الكتب المدرسية. هناك طروحات علمية، شوف مليح، تمنيت لو أن واضعي المناهج وواضعي الكتب المدرسية يقرأوا ما كتب حالي، مش حاليا، منذ 15 سنين الأخيرة حول علم الأعصاب التربوي. استغرب ما كتب. عندي كتاب شريته 2018، نوروسيونس اي ايدوكاسيون، فهمت، نوروسيونس اي ايدوكاسيون، تقرا لداخل تخلع. على بالك ما زلنا كاش 1000 سنة ضوئية ولا 2000 ولا باش نوصلوا لهذيك النقطة. لماذا طرح مشكلة خطيرة؟ أنا ما يهمنيش لا المعلم ولا الوزير ولا يهمني التلميذ اللي هو المنتوج الذي نبحث على أن يخرج في شكله، على الأقل في شكله الذي الذي نقبل أن نعطي له مستوى، ينتهي في السنة السادسة ابتدائي، سنة خامسة ابتدائي، أن يكون له مستوى سنة الخامسة ابتدائي. هذا هو. إذن القصد من هنا الحل، موش حل، حلول. أولا وقبل كل شيء، جماعة المناهج وجماعة الكتب المدرسية يجب أن يعوا هذه المشكلات. هذه موش كل واحد، أنا ندير لجنة في اللغة الفرنسية وتخدم، وندير لجنة اللغة الإنجليزية وتخدم، وندير لجنة في اللغة العربية وتخدم، ومن بعد أعطيه للتلميذ. شكون يتلقى الخطورات الثلاث؟ هو التلميذ، ومن بعد والمعلم. إذن المشكل الكبير عندنا 4 نقاط. أولا وقبل كل شيء، فيما يتعلق بطرحكم، يتعلق بطرحكم في قضية اللغة الهجية، يجب على الوزارة أن تفرض، أن تفرض استخدام اللغة العربية أقل شيء من المدخل المدرسي إلى مخرجي. ما يقولش المدير واش به كرطابك مقطع، فهمت الفكرة؟ ما يقولش المعلم حلوا الكاين تاوعكم، ماشي غراف، على بالك مشكل كبير. إذا كان، فهمت، إذا كان الرشام حميدة واللعاب حميدة، اللي يقري باش يسقم منيح حميدة، واللي يفسد هو حميدة نفسه. لكن اسمح لي أستاذ علي، أنت دائما تخرج لي، لا لا ما أخرج لي، أنا في هذا الإطار أثير مسألة. أيوة، الأستاذ والمعلم غير واعي بهذه السلوكات وبخطورتها على قضية التعليم، غير واعي، بمعنى أنه مكون هو تكوينا آليا. أيوة، إيه؟ لا المهم أنت استمعت للأستاذ الإشكالية التي طرحها لي قبل الحصة في مسألة الرياضيات. أيوة أيوة، هي نفس الشيء. المعلم غير واعي، هذه واحدة. ثانيا المعلم لا يتطور، بالعكس يتقاقر إلى الوراء. وأنا ذكرت للأستاذ ما يقوله الخبراء. الآن ما هي الحلول؟ لأن المعلم المربي، أنت تعرف بأن المربي هو أحد أضلاع عملية التربوية، صحيح. المناهج عندنا، المناهج الدراسية عندنا، المربي والمتربي. فما هي الحلول التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال؟ وتابعوا في الحلول نتاعي، شوف مليح. تفضل. عندما يدخل الشاب إلى الثكنة لإجراء حقه الوطني المتعلق بالتكوين في العسكرية، لديه، فهمت، قوانين، مجموعة قوانين، ماشي مجموعة، قوانين خاصة بالثكنة وخاصة بالجيش وخاصة. هذا الذي يجب أن يحدث في المدرسة صراحة، يجب أن يحدث هذا.
لماذا؟ لأن المتهاونين يلزم يخضعوا لقانون. لا هذا مشكل كبير. حاول تختصر ديال... لأن الحصة على وشك الانتهاء أستاذ. أنت دائما في الحاجات هذه توصلني. المهم الحل الثاني يتعلق والله طرح سي ناصر قبيلة، هل تبقى اللغة الفرنسية مع الإنجليزية؟ إذا بقت سي ناصر وسي نؤجل الحديث في هذه المسألة المشكلة. تبقى المشكلة خطيرة جدا، لأن التلميذ لا يمكن إما أن تدرس الإنجليزية أو الفرنسية، إما وليس اثنين أبدا. يمكن سنة ثالثة تبدأ بالإنجليزية، رابعة بالإنجليزية، الخامسة ندخلوا لهم نحبسوا الإنجليزية وندخلوا الفرنسية، وإلا ما مش ممكن يمشوا في اثنين أبدا. حتى في أطوار متقدمة يعني أطوار في المتوسط أو الثانوي. حاجة أخرى، أنا أتكلم على الابتدائي. طيب. هذا الحل الثاني. الحل الثالث قلت أول ما يوش الحل الثالث، النقطة الثالثة تتعلق بالحلول. يجب أن يعتمد واضع المناهج وواضع الكتب المدرسية أن يعني يطلعوا على الدراسات الجامعية التي تناولت مشكلات المدرسة الجزائرية، لأن طرحنا كثير من الأمور التي هي موجود حلول فيها وموجود إرشادات وموجود توصيات، ولكن لا أحد يطلع على هذه الأعمال هذه. وأنا نوصيهم لهذا المكان باش يديروا لجنة وتقوم بعملية مسح وجمع المعلومات التي وجدت في رسائل الدكتوراه. والله رسائل الدكتوراه ممتازة، فهمت؟ والنقطة الرابعة الجهود. المدرسة وحدها لا تستطيع أن تنجز، والعائلة وحدها لا تستطيع أن تنجز، والتلفزيون وحده لا يستطيع أن ينجز، والشارع وحده لا يستطيع أن ينجز، وبالتالي الكل يجب أن الكل يوضع في مسار محدد، ويمكن لهيئة تعدولة أن تقوم بهذا وتوجه الإعلام وتوجه المساجد وتوجه الشارع وتوجه اللافتات. أنا قلت وراح نقول حتى اللافتات التي توجد في الشوارع إبان لازم تبدلها وتحطها في اثنين، كما درت العربية والفرنسية دير الإنجليزية، أو نحي الفرنسية على الأقل لمدة زمنية، أنت عام 5 سنين 6 سنين 7 سنين حتى يألف، ومن بعد براسك إذا حبيت ترجع. وعلى هذا الأساس صراحة شوف مليح، اللي ما على بالوش يجي يسافر، ما على بالوش مستوى الزيت نتاع السياره نتاعه، ولا مستوى الماء، ولا نفخ العجلات نتاعه، ولا يمشي 50 كيلومتر وكل الاضواء تشعلوا، كل الاضواء تشعلوا وتقول له راه او عندك مشكله هذا. هذا الذي سيحدث عند تعليم اللغه الفرنسيه الانجليزيه كما تاع الفرنسيه وكما، ومع الاسف كيفاش يقولوا النعامة عندما تحط رجلها راسها في الرمل ما تجيبش خبر باللي الجسم نتاعها كامل راهو. هذا الذي يحدث لنا مع الأسف. أشكرك الأستاذ علي، كما أشكرك الأستاذ ناصر على إثرائكما لهذه الحصة ولهذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، أنا أعتذر نيابة عن الضيفين لأن الموضوع لم نعطيه حقه، ولكن الوقت دائما يداهمنا. موعدنا معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.